والإمام عليه السلام بدأ بصلاة الليل. أنا أريد أذكر إخواني وأعزائي، والحمد لله كلكم من أهل التقوى والدين، رجال نساء أعزائي، هذه توصية رسول الله، ولنا الشرف بالتأسي برسول الله. النبي الأعظم ضرب على كتف علي بن أبي طالب، هذا تنبيه، ها؟ قال له: يا علي وصي إياك أعني واسمع يا جار، يا علي إذا أردت خير الدنيا فعليك بصلاة الليل، وإذا أردت خير الآخرة فعليك بصلاة الليل، وإذا أردت خير الدنيا والآخرة فعليك بصلاة الليل. وين هم رواد الليل؟ لله قوم، إن شاء الله أسماءكم مسجلة معاهم، لله قوم إذا ما الليل جنهم قالوا قاموا من النوم للرحمن عبادا، أولياء الله. هم إذا ما بياض الصبح لاح لهم قالوا من الشوق ليت الليل قد عاد. الليل وظلام الليل فيه لذة لأولياء الله. يا موسى قم في منتصف الليل وهب لي من عينيك الدموع. يا موسى من قام في منتصف الليل وصلى صلاة الليل آمنه يوم الفزع الأكبر. صلاة الليل سراج القبر. أنا أريد أن أتحدث حول هاي الكلمات، حقيقة تحتاج إلى ساعات من الكلام. سراج، الآن إذا طفوا هذه المصابيح يصير الظلام، مع ما إحنا الآن مع بعض ما نستوحش، إذا أنا راح الكهرباء ما نستوحش، ولكن في ليلة أول القبر الإنسان يستوحش، لأن ترك الكل، ترك الأهل والعيال والدنيا والثروة والبيت والفيلا والأموال، ولم يدخل في قبره إلا مع كفن، وهذا الخد أماه ردائي لكفني والصخر وسادي للوسني. ينام رجل مرة ما يفرغ على التراب، والتراب يأكل لحمه، يستوحش الإنسان. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: صلاة الليل سراج القبر، صلاة الليل فراش القبر، صلاة الليل أنس القبر. شلون يتكلمون معاكم؟ أئمتنا كانوا عرب. أنا أتصور إذا الإمام كان يتكلم باللغة التركية أو الفارسية أو الهندية كان أكثر أولئك يهتمون. ليش احنا العرب ما نهتم بكلمات أئمتنا عليهم السلام؟ الإنسان في الظلام يحتاج إلى السراج وإلى الفرش وإلى الأنيس. أنت شنو تريد؟ الإمام عليه السلام يقول في صلاة الليل سراج، مو هذا السراج، سراج من الجنة، وسراج الجنة يعني قبرك يصير روض من رياض الجنة. خلي أخلصك باختصار. فراش مش هذا الفراش الدنيوي السجاد، لا، الفراش الذي يأتون به من الجنة، فرش مرفوعة، زرابي مبثوثة، اللهم ارزقنا جميعا. أنس الأنيس كيف؟ أنس القبر، لأن الإنسان مأخوذ من كلمة أنس يأنس، الإنسان من يأنس مع الآخرين. احنا ما نتمكن نعيش وحدنا، إذا وضعوك في أفضل قصر بالعالم لوحدك تمل. شنو الذي يونسك؟ لما تطلع تشوف الآخرين، الحياة المشتركة، الإنسان يحتاج إلى الحياة المشتركة. أقلا الرجل يحتاج إلى زوجة، والزوجة تحتاج إلى رجل. والسيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها في وصيتها لأمير المؤمنين عليه السلام توصي: يا أبا الحسن، إذا أنا قضيت نحبي فتزوج من بعدي ابنة أختي أمامة، فإنه لا بد للرجل من مرأة. هذا كلام سيدة نساء العالمين، لأن الإنسان يحتاج إلى أنيس، والقرآن يقول قبل الزهراء، القرآن يقول أزواجا لتأنسوا إليها. زين، الله يبعث لكم الحور العين. أكو لفتة لطيفة، أن الحور اسم نوع،
الحور جمع حوراء واسم وجمع أحور، يعني اسم نوع مثل إنسان يشمل الرجل والمرأة. فإذا كانت امرأة مؤمنة الله يبعث لها أحور من حواري الجنة، وإذا كان رجل الله يبعث له حوراء من حوريات الجنة، تكون أنيسته إلى يوم القيامة. أنس القبر، أنس القبر، بعد ما يتعب الإنسان هناك، البلاء والتعب والمشاكل كلها في الدنيا، والموت للمؤمن راحة. الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، إمامنا الحادي عشر، يقول في سامراء: واحد من المؤمنين صار مريض، أنا وأبي الإمام علي الهادي صلوات الله وسلامه عليهما، إمامنا العاشر، يقول: أنا وأبي الإمام الهادي رحنا نزور هذا المريض نعوده، فكان الرجل خائف. الإمام الهادي عليه السلام قال له: لم تخاف؟ قال: سيدي ابن رسول الله، أخاف من الموت، الموت مخيف، بعد لحظات أنا أخرج من هذه الدنيا. الآن إحنا في حال اندكاك، الفلاسفة يقولون الروح والجسد مندك، عندنا اندكاك وعندنا انفكاك. الآن إحنا في حال اندكاك، يعني مندك روحي مع جسدي. أنت إذا تغرز إبرة في أي مكان من جسمك تحس بالألم، لأن هاي ذرات الخلايا في الجسم حية وفيها الروح. ليش الإنسان يتأثر من الإبرة؟ الإبرة لما تدخل تقتل هاي الخلايا الحية بمقدار نفسها. فكيف إذا كان قرار يصير انفكاك بين كل الخلايا في الجسم؟ الموت مخيف يا ابن رسول الله، أنا خائف، أفقد أهلي، أفقد أحبابي، أفقد أصدقائي، أفقد بيتي، أولادي. الإمام العسكري يقول: فقال له أبي، يعني الإمام الهادي، قال: الإمام، أنا أسألك، إذا شخص صار لمدة مريض ما تمكن يروح أن يغسل جسمه بالحمام، وثيابه صارت متسخة، ما كان عنده مجال يغسل ثيابه، الجسم صار وسخ، الثياب اتسخت أيضا، هذا إذا يأخذوه يودوه إلى الحمام يغسلوه غسل نظيف، يطلع يلبسوه ملابس جديدة حلوة، كيف حاله؟ طبيعي، ينتعش، يصير فريش، حلو، يرتاح. الإمام عليه السلام قال: الموت للمؤمن كنزع الثوب المتسخ. هذا ينزع الثوب المتسخ، هذا الموت للمؤمن، للمؤمنة. أولياء الله ما يخافون من الموت، وإحنا شفنا بعض أولياء الله كان يخبر يقول: أنا فلان يوم أموت، أنا شفتهم، وبالفعل حسب التوقيت الذي هو وقت. أولياء الله ما يخافون من الموت. زين، هذا الإنسان في القبر يحتاج إلى الأنيس، يحتاج إلى الفراش، يحتاج إلى السراج، صلاة الليل، صلاة الليل، صلاة الليل. على كل حال، خلق الله للحروب رجالا، إن شاء الله كلكم من أهل الحرب مع النفس. صلاة الليل يحتاج إلى الجهاد مع النفس،